قال مقرر اللجنة التعليمية النائب دكتور خليل عبد الله أبو قال إنه سوف يتصدى لأي محاولة للعبث في مكافأة الطلبة، ومؤكدا أنها أقرت بقانون ولا تغير إلا بقانون. وأضاف إن هذا الطرح ينم عن عدم معرفة بالنظم واللوائح القائمة بالدولة، ولافتا إلى أنه سوف يتقدم بمقترحات لتخفيف الأعباء عن الطلبة الكويتيين في الجامعات الخاصة، وتحديدا ما يتعلق بالإتجار بالكتب الجامعية، ومؤكدا أن هذا المقترح سيقضي بعدم إلزام الطلبة بشراء الكتب وأن تكون متاحة في مكتبة الطالب في جامعة الكويت ومدعومة من الدولة.